بعد أن فاجأها بزواجه من الفنانة الكويتية إلهام الفضلة الفنان شهاب جوهر. ظهرت زينب على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت هو مو طلقني، أنا لسه على ذمته وهو أبو أولادي. ظهرت ولما تغلط بحقه ولو بكلمة واحدة، ولكن هذا أمام الجمهور وأمام الكاميرات. هددته إذا لم يرتجع عن ما هو عليه فعليه أن يطلقها. حدث صدام كبير بينها وبين إلهام الفضلة. للأسف الشديد انتهى هذا الصدام لصالح إلهام، وللمرة الثانية زينب تهدد زوجها شهاب جوهر إذا لم يقوم بتطليق إلهام الفضلة فعليه أن يطلقها، وهي سوف تتزوج وسوف تحقق هذا بالفعل. وبالفعل بعد أن قامت بتهديده أصبح التهديد واقع. في حفل زفاف عائلي تم عقد قران طليقة شهاب جوهر زينب على عبد الله العمر، قامت بتصوير شبكتها بالإضافة لمهرها 30,000 دينار. مسكت يديها بيد زوجها وكتبت إلى آخر العمر. بعد بذل مجهود كبير في استعادة طليقها أبو أولادها شهاب جوهر لها، لكن دائما كانت تضع في مقارنات بينها وبين نجمة إلهام الفضلة. إن زينب تستعرض شبكتها ومهرها وتضع يديها بيد زوجها الجديد، كانت تؤكد دائما أنها كانت تريد حياة شخصية بعيدة عن الكاميرات وأعين الجمهور، إلا أنها الآن تقوم بنشر أدق تفاصيل حفل زفافها على زوجها الجديد.